السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة مطبخ سارة يوسف. اليوم فيديو جديد. اليوم غنوجدو محبوبة الجماهير. يلا ندوزو للمقادير وطريقة التحضير. اول حاجة ندوزو للمقادير. عندنا ثلاثة البيضات اللي يكونوا بحرارة الغرفة. عندنا كاس ديال الزيت ديال العنبة. الكاس ديال العنبة هو كاس الشاي المغربي، كيساوي 150 مليلتر بالنسبة للناس اللي متيعرفوش القياس ديال العنبة. عندنا كاس ديال السكر، عندنا سكر الفاني، نقدروا نعوضوه بقشور البرتقال ولا قشور الحامض. وعندنا خماره قيمة 8 غرام بيكنج باودر، والطحينه يبقى على حسب الخليط وشويه الملح باش نوازنوا الذوق. نبداو على بركه الله وندوزو لطريقه التحضير. غناخدو البيض، غنزيدو ليه السكر، شوية الملح باش نوازنو الذوق، نخلطو هادشي بعدا. نزيدو سكر الفانيلا كما قلت، نقدرو نعوضوه ب قشور البرتقال ولا قشور الحامض. نزيد الزيت، كاين اللي كيديرها بالزبده، انا كتجيني بالزيت كتجي احسن. غنبدا نزيد الدقيق بالتدريج، كيبقى على حسب نوعيه الدقيق واش كيشرب ولا لا، على حسب حجم البيضات إلا كان كبير ولا كان صغير، يعني ما نعرفوش شنا هو القياس ديال الدقيق. كل وحده على حسب الدقيق ديالها وقلنا حجم البيض. مهم هو اننا نتحصلوا على عجينه اللي تكون شويه قابطه راسها وما تكونش قاصحه تاني. غنبقاو نجمعو تنوريكم الملمس ديال العجينه. غنزيد خماره قبل ما نكمل الدقيق. ها هو الملمس ديال العجين ديالي. المهم ملي نشدو بحال هكا ندورو، ما كتقطع ما والو، كتقطع الا قطعتها كتقطع بسهوله، يعني ما غنجي نشكل كره. ما تكونش العجينه قاصحه بزاف باش ما تجينيش ثاني قاصحه ملي نطيبها. من بعد غنجي بلاطه ديالي غنفرش ليها ورق طبخ ونجيب العجينه ديالي غنشكل كرات يكونوا صغار ماشي كبار، لان مازال نلصقوا وحده على وحده. نحاولوا نديروهم قد قد. ها هي منين كملت التشكيل ديال الكرات ديالي، غندخلهم في الفران اللي يكون سخون مسبقا على 190-200 درجة بالنسبة للفران ديال الضو، وبالنسبة للفران ديال الغاز اللي يكون على نار متوسطة. ندخلوهم، ما نخليوهاش يعني طيب بزاف باش ما تجيناش قاصحة. ندخلوها نشوفها طابت من التحت، نخليوها شوية غير تاخد دك اللون الذهبي، لأن مازال غنزينوها، يعني ما بغيناش تحمر بزاف باش ما تقصحش لينا مع الوقت. يلا ندخلوها الفران ونتلاقاو من بعد ملي نخرجوها. من بعد ملي كنقرب نخرج الحلوه ديالتي، كنجيب كاسرونه كندير فيها
المربى ديال الحلويات ولا الكوفيتير، وكنزيد عليها شويه ديال الماء ديال الزهر، وكنردهم يسخنوا فوق البوطه حتى يطلق ليا الكوفيتير. غنجيب الكوك حتى هو، غنجي نبدا ها هي الحلوه ديالتي ملي طابت، نبدا نلوحهم هنا. نبدا نخليها تشرب داك هزها بحال هكا، نهز واحدة أخرى باقي سخون، أو ندوزهم في الكوك. نمدهم مزيان في الكوك، هايا كيفاش كتجي من احلى والد الحلويات المغربيه. ونحطوها طبق تقديم، كنجيب الاولى بحال هكا، نحط عليها الثانيه، ونجيب الكوك ونحاول. هكذا نكونوا وجدنا حلوه ديال رشبون، ولا كيف ما كنسموها محبوبه الجماهير. نتمنى تكون عجباتكم وتجربوها، نتمنى لعجبكم الفيديو ديروا جيم الفيديو، ديروا تعليق محفز، وتشتركوا في القناه ديالي الى عجباتكم. وكنتمنى لكم عيد مبارك سعيد، عواشركم مبروكه باش ما تمنيتو. وشكرا لكم، شكرا لتشجيعاتكم، لجيم ديالكم.